تعرفوا مين في بهيدا التابوت؟ تعرفوا مين في هيدا الغالي، هيدا المدمر اللي مات هياه؟ مين بلي متت؟ رحت فيها ان شاء الله وانت نضيف. عم تقولي ان شاء الله ما عندك اغلاط كثير عند ربك. الحمد لله ما عندي. شو عملت ما حسنت بحياتك؟ قلت ان شاء الله روح. قلت ان شاء الله تروح، قلت بركي بس بدك تروح عيش اللحظات. اختنق ولا بفشل شو بعمل؟ خليكي مرتاحه كملي حديثك. بس تطلع لعنده ماخد حصتك ماخد زويتك معك الواحد انت تخليني احكي؟ احكي. اوكي. الواحد ما بياخد معه غير اعماله. عم تعمل منيح مع الحمد لله. ما في حدا بيجي حدا الا ما بتبكيه وبتدمره. وانا عاطفتك موجودة. يوم جيت قلي اللي كل اللي بيكرهوني اللي كل اللي بيكرهوني عملوك نبي، ما شفتش حدا حكى عنك بالعاطل. وين كل اللي هيدا دليل انه انا قدرت اوصل لمحل. مزبوط. انت كل ما في من ناس بتحبك في ناس ما بتحبك. شو بنعمل؟ انت بتحبيني طبعا. قد ايه بتحبيني؟ هل عندك شك؟ بس بحبك انا. كيف بحبك؟ بحبك بس متحذره منك. من شو؟ بعرف لك اذا بدك تتقل فورا بعطيك اياها كاش. انت انك مين؟ انت انا امل حمادي انا ستار. انت قاعد بفراش الموت هلا. انتبه على حالك. انتبه. بدكش تطلع لعنده؟ بدك تطلع نضيف. اطلع. اوه معقول تطلع لعنده هلا؟ بتحقق حلم مين؟ هينا حلم مين؟ الله اعلم. بس ما بعتقد في عندك عدوين. حظك كبير كثير انت يا حبيبي. امك واو ومرتك جيتك واو بتحبك كثير على اخلاقك. على اخلاقك. خمسه. أخلاقك العالية بس خمسة. حظك كبير وخلص. وي طيب شو عم تقول خمسة خمسة؟ عشو عشو مين يفكر حالك عمر الشريف؟ أكتر. ادلي عليك ادلي عليك هستعرض. ما رايح عند دكتور نفساني مطار عقلك فرقعت. الشهرة طيرتك. لكن الشهرة هلا أنا الشهرة ما بتعني لي. أنت بتعني لك كثير. تهزك السنوات تليتك تسعى لحتى حصلت عليها. لك أنا حصلت عليها هيك بس أنا مش هون. هي قوة شخصية لازم تتعلمها مني. لازم تكتسب مني انت هلا بالحلقات. زرت حكيم نفساني؟ ولا مرة. مش بحاجة لإله يا حبيبي. أنا بعالج نفسي بنفسي. بعرف كيف ظبط وضعي. شو مش بطلتي منفخة ليه؟ ما عم بتنفخي؟ الحمد لله رجع جميل وجهي الطبيعي. رجع جميل وجهك الطبيعي. لاحظت؟ ما لاحظت. طلع دخلي بيخلي. عن جد كثير يعني زغران وجهك خايفة حليان كثير. قول حليان كثير رجع جميل وجهك الطبيعي. احكي منيح. أنت ونايم ما بتحكي وأنت واقف ما بتحكي. أنت بتفكر بي. بتفكر بتيجي عليك لحظات هيك بتفكر بالموت بتقول انا عندي ضمير انا لازم اخاف ربي يا ماما لازم اطلع عنده نضيف. عم تعمل انت تروى. انا دائما بفكر انه ركز جاي ركز على السؤال ركز. سؤال كبير سالتك اياه ركز. عم تعمل هيك بتقول اوه معقولي انا موت وبطلع ايدي فاضي معقولي عم بعمل له انت تروى عم بعمل في نظافه في كذا جوا. بدك جاوب؟ انا ايه ولا بدك تضلك بس عم تحكي جر 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 جر؟ ما بقول لك بالنهايه بأصل القلب. اسمعيني. قلبك لازم يكون نضيف. قلبك قلبك لازم يكون نضيف. هيك الله بيقول. حتطلع حتروح ان شاء الله فكرك حتعيش العمر. ها قفلة عيني بتطلع لعنده. شو عرفك؟ شو عرفك ما تصير حقيقة؟ دير بالك على حالك. صح صح خلص. شو بعد بحكي دافع؟ فيني جاوب؟ جاوب يلا. انا بشتغل دايما على انه ودع هيدي الحياه باعمالي اللي عم بعملها اليوم. عم تعمل. لانه دايما بفكر وقف شوي خليني عم بحكي. ما تحكيش معي بنمرض هلا انت خلين. عم بتمو انا ستك انا انا اللي حاكميتك. ما تفكر حالك انت تمام بلاي. انت بخصك على بالموضوع. والله حققت انا تمام بلاي. والله حققت انا والله حققت حلم كمليين. يلا عم يحضروا اليوم انه اقعد هون. ملايين. احكي هلا عرفت من مين ملايين؟ مين هن اللي ملايين؟ قعدت صرت نبي الكل اللي بيكرهوني الكل. ما فيش حدا حكى عنك كلمه برات الطريق. عادي عادي كفي. فبسعى دايما على الاعمال الخير بالحياه لقادر اخذهم بالاخره. برافو. اذا عم تعمل هالشيء عال تمام بهنيك. اهم شيء بطيبه. مناطر التهنية منك. مش ناطر يصحلك. قلب نضيف عم بهنيك. طفلي انا عم بهنيك. قلبي قلب نبي انا يا حبيبي. لا بطلوع ولا بنزول. او سمحتي بكون في مسافه بيني وبينك انت عم تحكي معي لتعرفي انت مين وانا مين. شو بتعرف؟ قاعده حاطه نابليون مونابارت بوشي بتاع. شو شو قولي لي شو عندك بعد؟ حاليا بس انت حاليا انا مرتاح إيه؟ نفسيا
مرتاح، خمسة من عيوني بخفض من الحسد، خمسة كل ما أنا قاعد عشو نابليون. عمرت البروج ماشيين وراك بالطوابير أميتا باتشانا، تعمل العالم هيك طول بالك. روح يا عمري، روح حبيبي روح. شو كنت تحس لما كنت مقعد ضيوفك جوا؟ وين جوا؟ هون يعني قصدي هون. ايه برافو حان. شو كنت تحس؟ كنت تحس بشو انت؟ كنت تحس انه كل واحد قبل ما تجي اخرته لازم يشتغل على الاخره، لانه اللحظه ايه. خليني كمل بليز. اتفضل. لانه اللحظه الموت ما حدا بيعرف ايمتى وايمتى ووقتها. فانا بقول لك اليوم من خلال قعدتي هون بقلب التابوت، اشتغلي على حالك، خافي الله، اشتغلي على ايمانك، لانه بالنهايه اخرتك لازم تكون جيده ما تكون عويصه. مزبوط. بتعرف شو قال لي؟ قال لك هيدا انت بس تحكي بتصير لئيم. وين الطيبه بوجهك؟ وينه؟ وين عامل لي انت؟ هلا انت بدك بتعرف شو بيقول لك؟ الله بس يشوفك خذوه فعجهنم فغلوه. طيب يلا سكر الباب عني. احسنت، هيدي نهايتك. يلا مع السلامه، الله يرحمك. شو كنت ادمي؟ وقد ودعنا تمام بلاي بنهايته. أتمنى أن تكونوا أخذتوا يعني عبرة. باي باي. إذا بدك تنتقدي نقد واحد لبلا تشفير، شو هو؟ نقد أحياناً باختيار الشخصيات. أنجأ 27. 27. بدي اوصل لفقره اكيد موت احمر، واكيد ما بيمشي الحال بهيدي الحلقه بختام برنامج بلا تشفير. مطل معي محاميه بنرفع راسنا فيها، انسانه لما تحكي بتحكي بكل قوه لانه بتملك ادوات من الحقيقه. معي اليوم مباشره على الهواء السيده بشرى خليل. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه ست بشرى. أنا ما بدي أختم البرنامج قبل ما تطلي معي واسمع رأيك ببلا تشفير بالحلقة الأخيرة بهيدا البرنامج، لأنه أنت نورت البرنامج أكثر من مرة. الحوار معك متعة. ماذا تقول بشرى خليل بختام بلا تشفير إلى كل اللي بيكرهوني؟ شوف، لألك أنا رأيي فيك وببرنامجك معروف. تحيك الصفحي فيك علامي ناجح. ضربت حلقته برنامج، ضرب الحلقة الأولى في ربك. حيوا القرآن سجدت بالتلفون في الفجأة باليوم التالي كانت عم تسأل عن برنامج اسمه بلا تشفير وشو هيدا بلا تشفير، وصارت تحكي عن المذيع اللي غير شكل مختلف، بس مختلف برأيها بالسلبي، على أساس أنه بديش استعمل كلمة كبيرة أنا، بس أنه بتحكي عن بروجرام ناجح، بتقول قديه البروجرام قادر يشد مشاهدي، بتحكي عن اعلامي ناجح قديش الاعلامي قادر يلفت نظر للشيء اللي عم يعمله، هيدا نجح فيه من الاول. نعم. يبقى قصه الاختلاف بالتقييم هيدا النوع من البرامج. الناس تفاجأت فيه لانه مش معوده عليه. هيدا برنامج انك تحط شخص بقفص الاتهام. نعم. توجه له تهم عم تتداولها الناس، طبعا انت عم تستقبل ناس معروفين. نعم. وناس فايتين بالشان العام واساميهم تتداول بالشان العام. نعم. فبتقعدهم بقفص الاتهام وتوجه لهم اتهامات، مش حوار مثل ما كانت معوده العالم. نعم صحيح. هاي الاتهامات بتعطيهم فرصه ليردوا عليها. هلا الاتهامات بتكون احيانا فظيعه وبتستفز الناس. اسلوبك انت بالهجوم محقق عدلي، الناس ما تعودت عليه بالاول بس هلا صارت معوده عليه. أنا بالأساس قيمتك تقييم كثير إيجابي لأنك نجحت بلبس شخصية المحقق العدلي، لأنه شغلتنا هاي. نعم. نحن نحتاج بشكل شخصي. بس صعب إنه قادر يكون محقق عدلي يعني ببرنامج بلا تشفير، في صعوبة لا أو أنا ما بعرف. من ما كان بيقدر يعمل يعني، مش كل إعلامي بيقدر يعمل محقق عدلي. نعم نعم. لأنه المحقق العدلي هو اللي جزء من الضابطة العدلية، مش عم بحكي عن قاضي أنا. نعم. بحكي عن موظف عدلي يعني عسكري تحري دركي بشعبة المعلومات بأي شعبة أمنية بالبلد. نعم. إلى علاقة بالضابطة العدلية. نعم. ويكون متعدي للمدعى العام. نعم. قول شغلتهم يلقطوا المجرم أو إذا بدنا نقول المتهم تمام بيقعدوه قدام وبلشوا يوجهوا له التهم.
وبيحاصروه بالتهم باسلوب شديد شوي، كل ما كبرت التهمه كل ما شد الاسلوب اكثر. يعني اذا عم بيحققوا مع واحد متهم بتبخيخ سياره مثلا، نعم طبعا بده يستعملوا اساليب عديده اكيد. مش حيقولوا له يا حبيبي يا عيني. طب سيد بشرى، اذا بدك تنتقدي نقد واحد لبلد شفير شو هو؟ نقد احيانا باختيار الشخصيات. اوكي اوكي. انه انت بتختار شخصيات احيانا كثير لامعه وكثير قابله للمشاهد، واحيانا بتجيب شخصيات ما حدا فورا تجيب سيرتي، فورا سال عني فورا فورا الا معي امل حميدة عم بختمها على الاخير فورا فوتها. نعم انا سامعه انه عندك ضيفه امل الا امل حميدة. هيدي الضيفه بحبها كثير انا، بس كثير طيبه. نعم قلبها ابيض مثل الثلج كثير، بيقلبها على لسانها، لسانها شوي لازع نعم لازع مثل لزعه العسل، يعني اذا لزعه العسل شيء حلو يا عسل. واو منطق سعادة. لو سمحتي خليني اتابع حديثي مع سيد بشرى خليل، اذا بتعملي معروف برجع بتابع الحوار معك. سيد بشرى، الى كل اللي بيكرهوني شو بتقول بشرى خليل لهم اليوم بختام هيدا الاتصال؟ ليك اول شيء انت ما بعتقد حدا بيتعرف عليك شخصي برات الهوا بيقدر يكرهك بدليل ثانك يو، انه كل ضيوفك بيتحولوا لاصدقاء مع الوقت. ليش بيصيروا اصدقاء؟ يعني الضيف بيطلع على كثير برامج ما بيصير صديق الاعلامي، بس انت بالذات لانه انت بتفوت على الشخص معه دغري، لما بيصير في مكاشفه بيصير في نوع من العلاقه والصداقه مع الايام دغري، مع بيفوت الشخص دغري بقلبه بيقعد دغري. فانت هاي المكاشفه منه قوي، حظه كبير بهالدنيا، الدنيا شانس الا الدنيا شانس الا حظ كبير انا بهالدنيا الا فهمها. بشرى بس لحظة إلا أنا حظي كبير، حظي كثير قلبه طيب مش خجول. حدا بيصدق يا ناس يا مشاهدين إنه تمام بلاقي خجول أنا بالفعل؟ حظه كبير، حظه كبير، دنيا شانس إلا إلا اعترف إنه دنيا شانس إلا ليك بطل تسكت. أحزت؟ أنا جريدة عطتك وهي بشرى الخليل، هون كبر حظك خير عسل وعمي، مش عم تسكت، مش قادره تسمع لانه كانوا يلعبوا. بشرى الخليل هيدي مش مع مين بتبقى كده بتحكي. بشرى الخليل مليون دولار بتقبض بشرى الخليل مليون، انه شريرين وقدر ينعنا مليون. ان شاء الله هيك ما بتبكي الا من الفرحه ان شاء الله. جامد وشديد فما تكرهوا تعرفوا على بعض. بعدها مش ساكته، شو عمين عم تحكي انت عمين؟ مين؟ سيد بشرى انا كنت بتمنى انك تكوني معنا، موجوده هون بتمنى لتشوفي شو عم تحكي امل حماده. بكره بتحضرينا حبيبي. ما عم بمزح، باخر هيدي الحلقه انا بدي اقول انه مش عم يعني ما بجامل اذا بقول انت من اكثر الاشخاص اللي انا استمتعت بالحوار معهم. انا فخور انه انا اليوم نزل على السي في تبعي انه انا حاورت بشرى خليل. طبعا هيدي بشرى الخليل. واكيد بدي اقول بس بدي اقول شغله وحده، انه منك بنتعلم سيد بشرى خليل. شاء من شاء ابى من ابى. اوكي واهلا وسهلا فيك. قولي بتقولي كلمه اخيره تفضلي. بس بدي اقول لك انه انا طالعه عطوت لي نيكس عطوت بس لحد لبنانيه، بس اكثر حلقات بطلع فيها وبتجذب مشاهده عاليه جدا الحلقات اللي طالعه فيها. حبيبتي انت حبيبتي عن جد ثانك يو، والله ثانك يو. هيدا برجع بقول هيدا شكر من رب العالمين اللي مخليني اسمع هيدا الكلام الليله من شخصيات يمكن عن جد اي حدا بيتمنى يسمع هيدا الكلام. هيدا دعاء اهلي يمكن ورضا رب العالمين علي ومحبتكم، وان شاء الله قادر ضلني كل الوقت اعطي واقدم الاحسن والافضل لتبقوا راضيين هالقد. بشرى خليل المحاميه الرائعه جدا اللي بنفتخر فيك، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك، وانا بالنسبه لي انت من الاشخاص اللي انا بحبهم كثير 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 وبتعرفي هيدا الشيء. شكرا. شكرا وهي بتسلم عليك. شكرا لك، يعطيك العافيه. شوفي ما خليتيني احكي مع ال حكيت من الشفا جريده بطلنا نسكت. حظك كبير، هيدا الدنيا شانس. شفت لسانك بنطلع عليك مش هي بشرى الخيب مش لمين ما كنت بتحكي حكي 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 بطلت تسكت. الا كل اللي بيكرهوني، ما في حدا بيكره، كله بيحبوك. اياك خمسه كل ساعه امل هيفا وهبه امل حماده.
بدي حييكي هلا لانه انا عم حاورك صرت، بس انت حترجعي تحاوريني. اهلا وسهلا فيكي. حبيت باخر هيدا البرنامج، العالم بتحب هضامتك، بتحب شو بتقولي. انت اليوم منوره بلا تشفير بالحلقه الاخيره. الى شو عم تقول امل حمادي؟ انت شو يعني امل حمادي؟ شو مشتهي مشتري الشهره من عندك؟ كيف عم تقول انت امل حمادي حاف هيك يعني؟ بتقول ستار على حبوك العالم، جبتك لعندي، احكي بطريقه بقوه، احكي هيك هيك اطلع. بدك اطلع كثير تحكي مع حدا عادي انت؟ شو بدك تهددني بالحي تبعي؟ هيدا هو تهديدك لإلي؟ امل حمادي بتقول ستار؟ امل حمادي، امل حمادي، امل حمادي ستار، بطل التواصل الاجتماعي. ما اشتريتها من عندك هيدي؟ تفضل. العالم حكي عني، قال عم بيحكيها حدا مهضوم، احكي بطريقه قويه عني. انت لما صار عندك هديك المره، انت مش نضيف معي على فكره. انا كثير قلبي محبك منك هالقد قلبي. ارتاحي بليز، بعدني عم بطلع. ليك انت حاطه لي الحي راسها هيك عم تمد لي لسانها هيك؟ لانه بتعرف مين الحي، تطلع على اتجاه الحياه. يا ريتني حي، يا ريتني حي، يا ريتني حي مثلك. الحظ كبير بس قلبي قلب طفل. قلبي كيف؟ قلبي قلب طفل، قلب نبي قلبي، وين القلب صار؟ المهم نعم طلعت انا وياك بالحلقه، قالوا لك جبت ريتنج، جبت ريتنج قوي مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي. في حدا ما حضر حلقتنا؟ ليش ما حكيت عنا علنا؟ ليه؟ عشان ما تكبري بقيمتي، انت كبيري يا حبيبي، مش بحاجة لتمام بلاهي. أمل حمادي، أمل حمادي، أول شيء بدي أقول إنه أنت حدا كثير مهضوم، حدا إنساني، أنا إنساني غير طبيعية. أنت مين مفكرة حالك؟ أنا بقول لك مين؟ أنا أمل حمادي. مين يعني؟ أنا عندي ربك خلقني عندي أسلحة كثير قوية. عندي الجمال والذكاء والخفية الدم ثلاثة بواحد، وعندي الحضور القوي. مين عنده إياهم هول؟ بمين مجموعين؟ بمين؟ بمين؟ ولا بقليل ومجموعين بين هالعالم. أمل هيفا وهبي كيفك أنت وياها هلا؟ بعدك عم تحكي عنها، عم تنتقديها؟ أنا ما بنتقد للكبار. مين هيفا؟ هيفا وهبي حلسانة كبيرة، طبعاً بدي أحكي عنها وجيب سيرتها. أنا ما بجيب هدول الصغار. نو هيفا وهبي طبعاً. بعدين هيفا وهبي حدا قصة كبيرة يا حبيبي، أسومتها عالي، في علي حكي أبداً. بس أنا حضرت، كنت حضرت فيديو عن نسبة لعاصي الحلاني. عاصي الحلاني كان عم يغني، عم يغني عاصي. نعم. عادي عم يغني. عم يغني وهيفا وهبي عم تحضره. أوكي. لحتى فهمك شو القصة. نعم. هيفا وهبي عم تحضره، بيقوموا القاعدين حوالي على الطاولة بيقوموا بيتصوروا. يعني باردون، هيفا وهبي قاعدة ما بدي اتصور معها، مش ظابطة يعني. نعم. وبعدين قام شو عمل؟ حساس ومرهف عاصي الحلاني، كثير بقى حساس ومرهف. نعم. كثير. لأنه هو مفكر حاله فريد الأطرش من الزمن الجميل. بس يغني عاصي أنت ممنوع تتحرك. إيه لأنه احتراماً لأداء صوته. بس ممنوع تتحرك عن الطاولة. إيه. ممنوع اتصور أنا وياك. معقولة؟ هي ما صارت، فريد الأطرش ما صارت. أنا لا 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 أنا ما بتصور معك. أنت حار، شو بدي أتصور معك؟ أنا اسمع هلا، خليني كفي الحكي هلا. كيف بدك تاخذ كل الحلقة؟ قام حمل حاله، بتعرف شو عمل؟ عم يتصوروا على الطاولة بس اللي حواليها لهي فوفا للقمر. سامحة مسامحة طبعاً، بده يتصوروا معها. بيقوموا شو بيعمل؟ خليكم تصوروا مع هيفا وهبي، أنا هياني رايح. بيحمل حاله بيروح مثل ولد صغير. هي هيدي بالمره، هيدي مين هي؟ هيدي نهايته العاصي. شو هالحكي هيدا؟ عم بتقوم تركت المسرح كرمال تصوير مع هيفا وهبي على الطاوله؟ كيف هالمنطق يعني؟ بس هيفا وعاصي اسماء كبار كثير. ايه خلص هيك صار بيناتهم. ايه شو بنعمل؟ اسماء كبار كثير. شو يعني لوين صاروا؟ لوس انجلوس، وصلوا لهوليود. طب خلص خلص مش اهم منك؟ اهني اهم مني؟ ايه. تيجي لحقيقة الأمر. ايه؟ لقلوب الناس أنا أهم منهم. أهو طبعاً، لكن شو فكرك أنت؟ أنا أهم منهم. أنا بحكي هن بس يطلع على التلفزيون ما بيجيبوا نسبة مشاهدة. انتبه، أنا بجيب أكتر منه نسبة مشاهدة. أنت كمان ستتعرفي بنسبة المشاهدة، تحكي بنسبة أنت المشاهدة. أنت بتعرفش، أنت أذكى مني وأفهم مني. أنت مين فكر حالك يعني؟ ولا حملت لي هالقلم ووصلت لي ندفع على هالجامعة؟ قعدت سنين أنت منيح لي قاعد معي هلا. منيح، هيدا من حظك عشان انت تكبر فيي. ركز. طب وعيه وحي انت.
أمل أنا حكي العالم فيي. شو مضعفة وجهك مخففة زغران؟ يا عمي إيه بلا حسن الحمد لله رجع جمال وجه الطبيعي الحمد لله محلوة؟ إيه الحمد لله يا الله. الله شو عم تعملي؟ عم تعملي شيء تجميل؟ تلج. نعم عم بعالج نفسي بالتلج. بس أنت قلتي لي إنه أنت حلوة على طول، أنت خلقانة شو؟ هالتنفيخ كله عم بيروح عم بعالجه بالتلج. نعم التلج بيروح كل هالقرف اللي حاطينه، نفخين حالنا كله شيء بيقرب. عم برجع جمال وجه الطبيعي الحمد لله، ربك الحمد لله ساعدني كثير كثير، ما بيقهرني. نعم. الحمد لله على طول هو معي. نعم. بلعب سبور نص ساعه بيطلع جسمي ملكه، بفرك وجهي بالثلج بيطلع قمر. نعم. شوف ربك شو مريحني ومعطيني شهره. نعم. انت ما بتحلم فيها. نعم. ومعلينا لقيتي نصيبك ولا بعد ما لقيتي نصيبك؟ اخ انكرت وما عادش في شو؟ كردوا الرجال ما عادش في خلص محلول؟ بعده محلول؟ مش قصة محلول، بعدك شو عملوا لي؟ ليك شو عملوا لي هلا؟ خليني كفي احكي لك عن الدارج، حط الحي بعبك بالحي لإلك. اوكي. عم يقولوا لي هلا شوف شو دارج هلا، دارج يا حبيبي هلا، إذا بدي أطلع أعمل رندفو بيني وبينك. رندفو؟ إيه إيه. نعم. رندفو؟ نعم نعم. إذا بدي أعمل رندفو بيني وبينك اليوم هلا شو صار دارج؟ بالجزدان بحط سندويشتي معي. ليه؟ لأنه بخاف حمجوع على الطريق بدي آكل، لأنه ما بيطعمي. شو هو بطل دارج هلا ياخذني على اللي يضهرني وياخذني ويمد لي سفره؟ لا يا حبيبي سندويشي ما بيعطيني. هيك عم يقولوا لي. انا ما انحطيت بك مواقف ابدا. طب خبريني هلا، بس هلا هيك دارج، خبريني اسمعي شوي، خبريني خلاص. بعدك عم هون النهايه، رجال يوم تظهر البنت مع الشاب ما له قلبي طعميه. هون الدمار الشامل. محلول بنت تقعد ببيتها عشان حاجه تقول لي محلول ما محلول؟ انت طلعتي فيها وين المحلول وشو يعني محلول او مش محلول؟ مين عم يعني تتعرف عليه؟ ليك 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 اسئلته، ليك منا اسئله، خي هيدا السؤال ولا هيدا حوار بتساله؟ مش عيب محلول او مش محلول؟ ولا من العمر صارت هيدي بعدك حافظ لي اياها؟ معقوله؟ طيب انا ترغلي 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 وخبريني. ولك ترغلي بشو بدي ترغل؟ ترغلي يا ترغلي. ليه؟ صراحة انا ما بدي رجال. ليه شو بدي؟ انا ما بدي ورجال كمان ما الي نفس عليه. قلي ليه؟ انا تعودت اعيش لحالي. انا هلا بدي انا رايقه ومبسوطه مش بحاجه لإله. قالوا ان حبيت حب امير وان لبست البس حرير وان عيروني العالم استاهل التعيير. يا شي واو يا بلا. منين بده يجي الواو؟ عمره ما يجي وبيجي. من وين؟ من وين؟ الله هيك. بيبعته مثل ما انشهرت هيك بيبعت الامير هيك. بعد قديش صار عمرك؟ وعلى فكره قديش صار عمرك؟ بعدني صغيره يا حبيبي. انجا 27 27 انجا. شو بتقول انت؟ اكثر من غيرتك. مين احلى انت او مريم فارس؟ انا اجمل بكثير. انت اجمل من مريم فارس؟ والقران اجمل بنظرك. بالقران عم تحلف؟ ايه طبعا اجمل. تقسيم وجهي مثل وجه النمر وهالشرحه العيون وهالسحبه الفخاد وهالسحبه الاجن وهالشعر وهالدنيا كلها وص اسمر احمر منور. وين في هيك؟ هي مثلي عيوني فيها. شو بها هيدي مريم فارس؟ شو وضعها هيدي؟ شو وضع؟ على فكره بعد البحث والتدقيق بدي اقول لك شغله، مريم فارس طلعت مش هو اللي مخبيها، هي اللي مخبيته. ايوه هيك طلع معك. ركز. مش هو انه هو ما بده ما بيحب، لا غلطان كثير، هي اللي مخبيته. سخنتي مرضتي احكي لنا كل شيء بدك تخبيه، خفيتي زواجك، خفيتي مرضك، ساعه بيقولوا لنا سرطان بالصدر. وين؟ بالصدر. ساعه بيقولوا لنا سرطان بالعظم، ساعه بيقولوا لنا سرطان بالدم. شوفي عندك حتقولي لي انت ما خصك، هيدي حياتي الشخصيه ما دخلكم. يا حياتي يا حبيبتي الشهره الا ثمن، ما حدا مشهور وبيخبي. ليش إلك عالمك إلك ناسك، في ناس بتحبك، طمن العالم. عشو قلقتينا عشو، شو مفكرة حالك شاكيرا؟ انت إنسانة عادية. ليه عطول بدلك تجيبي سيرة مريم فارس؟ لأنه أنا بجيب سيرتها عطول. قد ما حركاتها، شفت حركاتها؟ شو بهون حركاتها؟ جوزنا خبينا الرجال، سخنا خبينا المرض، بتطلع لك على التلفزيون يا لطيف. منك شاكيرا طولي بالك، اهدي. اف قولي لنا شو مش شو ممروضة انت؟ قولي لنا شو مرضك انت؟ شو مش شو؟ وين عندك؟ ولا ما تكونش مريضة بالمرة بس عندك أوتارك تعبانة؟
قاعد ما عم بتغني وترقصي اني هديتي وتعبتي؟ ما ايش بك شيء انا بحسك، ما كل نهار رقص وفقش، رقص وفقش، سخنتي والتقحتي. خبيتي انت هلا انه انت خبيتي، قامت الاعلان طلع فيكي، طبعا عشان ينحكى عليكي. دخلتولك انا الممشوق. شو هيدا؟ ما بيتصرفوا تصرفات طبيعية، ما بيتصرف، عيشوا حي. ليك الأجانب عندهم هالحركات. طب ليك السؤال، كيم كارداشيان، ليك شاكيرا، كيم كارداشيان، شوف شو واضحة، عندي تروى، ولا بدكم 100 سنة لتوصلوا للأجانب أنت. مين؟ ما بتوصل. مين أنت؟ العرب. أنت لشو؟ أخ أنا أنا عربية بس أجنبي. أنا تفكيري تفكير أجنبي، لساني لسان أجنبي. لاحظت كيف بحكي؟ بحكي بالمختصر، عندي تروى، بالمختصر. أنت؟ ما بلدت وبعجين، ثلاث كلمات. اقلب. هيدي كم واحدة شارب منها هالكوبايه، كم نفس ليكونوا هول ضيوفك اللي كانوا هال من عهد هتلر شربانين منه وانا عم شربني من وراهم. شربي شو بده يشرب من وراهم؟ هي الي انا شربي. بتضحك علي؟ بختام البرنامج امل حماده، بختام هيدي الحلقه، بكل صراحه شو بدك تقولي عن برنامج بلا تشفير؟ إذا بدك تنتقدي. أوكي. لا إذا ما أنت... لا خليني أحكي. أنت من الأشخاص اللي بيكرهوني أو بحبوني؟ أنا لا بحبك من قلبي من جوا. بتعرف ليه؟ قلبي كون. لا خلصنا مش ضروري تدلني عليه. بتعرف ليه؟ لأنك محاور جيد. جيد. جيد جدا. وبتطلع من شخص من واحد طلعه. يعني منك بعدين منك ثقيل. نعم. انت انسان مهضوم. نعم. يعني انا بحبني الشخص يكون. هلا ليش انا بعطي معك اكثر؟ ليش حلقاتك انت بتنجح اكثر من غيرك؟ لانك انت بتعرف كيف بتحورني. نعم. انا هيك بحب. انت من بعد بيتي حلقاتك ناجحه مليون. نعم. نزلت التاريخ، انتبه. نعم. هيدي ما بتموت هالحلقات، هيدي اللي عم نعملها. انا ما بموت. انت ما بتموتي ابدا. نعم. انا مثلي مثل صباح. انا شهرتي ما بتموت، يوم ما اذا انا بموت العالم ترجع بتحضر. أمل إلى كل اللي بيكرهوني صراحة من خلال هيدا العنوان قلب مع المقاييس لوصلت لمحل. إلى كل اللي بيحبوني وبحبوا بلا تشفير، أبشع شيء بالختام هو الوداع، أبشع شيء النهاية، بس مهم تكون النهاية نهاية سعيدة. أنا هيدا شيء بفتخر فيه. نهايتنا مش مدمرة إن شاء الله. الحمد لله يا رب. نهايتنا بتكون سعيدة سوا سوا وهوا هوا. أنا بدي أقول إنه كتر خير الله، نشكر ربنا إنه كان ختام بلا تشفير ختام رائع جدا. أنا بدي أشكر كل الناس، برجع بكرر، اللي سبني واللي أساء لي واللي حبني واللي انبسط لي واللي انتقدني نقد بناء وغير بناء. بدي أشكر كل شخص وقف حدي، كل شخص بقدر أقول إنه قدر كان موجود ببلا تشفير. أنا بدي أقول جرام مرسي لكل شخص له يد بنجاح برنامج بلا تشفير. أكيد مرسي كتير، مرسي لكل الأشخاص اللي واكبوني ببرنامج بلا تشفير. أيضاً عندي شكر الكبير لإدارة قناة الجديد، أكيد كرمة خياط بدلك مرسي كتير كرمة، يعطيك ألفين عافية. شكراً للحرية اللي قدمتينا إياها. أستاذ ديمتري خضر، أنا عن جد من قلبي بدي لك مرسي كتير، لأنه بعرف قدي عطيت لبلا تشفير وقدي قدمت لبلا تشفير، وبعرف مدى الحرية اللي تركت لي إياها ببلا تشفير والتحدي كنت قده والرهان أنا وياك كسبناه بالختام. ندى حلاوي بدي أقول لك مرسي كتير، بعرف أنه أمرار كتير كنت عم نق عليك، أمرار كتير كنت عم لح عليك بأمور كتير خاصة ببلا تشفير، بدي أقول لك مرسي على مرتبتك الدائمة لألي وللبرنامج. نضال بكاسيني بدي لك ثانكيو كثير، يعطيك ألفين عافية. أكيد أنا كنت كثير سعيد أن اشتغلت معك، مثل كمان ما كنت سعيد اشتغلت مع كريستال معوض اللي كمان اشتغلت بهيدا البرنامج. طالع سيراني جرام مرسي لإلك، جرام مرسي لدانا مزهر أيضا، كمان مرسي لمحمد شعيب وزينة جعفر، كمان يعطيك ألفين عافية. شكر كثير كبير لكل فريق العمل، عن جد إذا بدي أحكي من هلا لبكرة أنا ما رح أقدر قول مرسي لقد ما في عالم اشتغلت، قد ما في عالم مرقت بهيدا البرنامج. ست مواسم مش هينين، ست مواسم في ناس تعلموا، في ناس كبروا، في ناس اشتغلنا سوا، تعلمت منهم، كبرت معهم، كل هيدا الشعور انا مبسوط فيه. زينب برجاوي كمان بدي لها مرسي كثير، يعطيها الفين عافيه. شكر لكل الاقسام
ببرنامج بلد شفير وبتلفزيون جديد البروموشن. بدي لكم يعطيكم الفين عافيه. بعرف قد ايه كنت عم بزعجكم انا وعم بشتغل البروموشن لانه كثير بلح عليكم. مونتاج كمان مرسي كثير. الاونلاين مرسي كثير. شكرا لكل اداره الجديد، لكل تلفزيون جديد، لكل موظف في قناه الجديد. انا بودعكم اليوم بس الملتقى اكيد رح يبقى اذا مش هلا بكره، اذا مش بكره اللي بعده. واكيد بلد شفير انا من هلا عم بوعدكم انه رح يرجع، بس مش هلا، رح يرجع لما انا ارتاح، لريح شوي، لارجع استعد نشاطي اكثر واكثر لكون معكم ببلد شفير. شكرا لمحبتكم، شكرا لوفائكم. بدل ما اقول الى كل اللي بيكرهوني بقدر اقول الى كل اللي بيحبوني تصبحوا على الف خير. امل حمادي شكرا لك. هيدا الكيك اللي داني ميرسي كثير لك، كمان عذبناك معنا وانت حدا من هيدا البرنامج. شكرا لكم. ان شاء الله كل شمعه منضويه شمعه نجاح بلد شفير. بدي اقول مرسي لترغلي، ترغلي كمان ترغلي يا ترغلي. مرسي لاكيد بايلا، بايلا اللي كمان قدمت لنا قلب الكيك الرائع جدا مع اللوجو. مرسي كثير لكم. بلد شفير اليوم شفير. نحن انبسطنا كثير بهيدا البرنامج. شكرا. اهلا.